لسيدنا ومولانا محمد، اللهم حقق لنا فيه المحبة الكاملة والمحبة الصادقة، وقربنا إليه يا حي يا قيوم قربا معنويا برحمتك يا أرحم الراحمين، فقربنا إليه قربا حسيا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأكرمنا بسيدنا محمد ظاهرا وباطنا، واجعل هذه الأيام المباركة علينا وعلى جميع المسلمين بالخير والبركة بحرمته وجاهه وحقه يا سيدنا يا رسول الله. اشفع لنا عز الله ولنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع المسلمين والحاضرين وله وإلى حضرة النبي الفاتح. تقبل الله.